هل صحيح عبد الحسين عبد الرضا خسر في فرسان المناخ 6 ملايين دينار كويتي في سوق المناخ تقصد في أزمة المناخ أي. وقال لو مو خسارتي كان أنا أحد تجار الكويت بكبار. لا 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 مو كذي الموضوع أنا كنت يوضحها بالشارع الحين شكرا لك شكرا أنا كنت معاه في الفترة لأن كنت أشتغل معاه بالسوق كان عندنا محل في سوق الكويت وكنا نشتغل بصفقات الأجل والتمويل أزمة سوق المناخ ابتدت هي بتضخم أسعار والتمويل كان أعطيك شيء كان أقول لك مليون شريت منك مليون بعد 6 أشهر 3 ملايين فهي يأخذ منك المليون يسد الشيك اللي عليه القبل. اللي عليه وتمشي العملية الوالد كل شقة عمره يعني أوكي قطة بالسوق وقال لي قبل لا يطيح السوق بشهر قال لي السوق رايح ملح خلص حب فلوسي وقب أوكي؟ أوكي لكن ما لحق أيامها كانت مسرحية باي باي لندن فلما رد شيك من الشيكات لأحد فرسان المناخ الكبار ذاك الوقت قال لي أبوي السوق ولا هني قضبة قلبة يتلى جلطة فيوم راكب الإسعاف أنا شايلة أنا كنت بالفتوة بالثانوية أيامها ثالثة ثانوي فيايا ركب الإسعاف كان الله يرحمك عبد الأمير تركي وراي واقف كان يمديدة بجيبة ولا ظرف كله شيكات شايف يبقى هذا حلالكم أخاف أموت راكبوا عليه فهو خسر ما يقارب 4 أو 5 مليون دينار لكن مجمل تداولاته كانت 33 مليون لكن هذه تداولات ورقية ما لها قيمة صحيح. أساسية عارف شخصي لكن هو خسر القيمة من الفعلية من حر ماله اللي هو الشقة عمره كله فرد ابتدأ سنة 86 أو 84 من الصفر من الصفر تماما يعني يوم طلع من المستشفى أنا كنت يعني بعت الأولي والتالي ما خليت شيء لأن أبوي قال لي سد ما أنا ما أبي أحد يقولي أنا فلاني طالبني أي. فقمت أسد 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 إلى أن طقينا بريك ما عندنا بعد أوكي ففي موقف أنا لأن أهل الفضل يجب أن تذكرهم وما تستحي كان في المرحوم فايز المطوع كان يطالب الوالد 1 مليون دينار وما كان عندنا فرحت له أنا قلت له عمي أنا أبوي بالمستشفى وأنا صغير يعني قلت له في تشيك على الوالد دخلته ترى ابوي يدش مع المعسرين جاي نادي المحاسب قال وين تشيك فلان قال كاهو كان يشقه قال لي انا مطلوب 150 خلاص يصير 151 قال لو نقعد ايش من هذا المهم بعدنا راسه سالم ففرسان المناخ كنت انا ابيع التذاكر وارص الفلوس واروح اسلم الاستاذ الله يرحمه عمي فايز المطوع اوكي عشان على 4 سنوات يلا سددنا تسددون المبلغ فالوالد يوم فلش يعني وصل تفلاس راح بنك الوطني هم اذكر اهل الفضل طلب قرض قالوا له شنو الضمانات قال ما عندي شيء ما عندي الا اسمي قال لا ما ينفع فالله يرحمك محمد عبد المحسن الخرافي امر انه يعطونا القرض وقال انا الكفيل وزيرو انا اللي اضمنه اي بدون فوائد قال يا ابو عدنان احنا الخرافي كل يوم نبني 10 عماير قال نقعد 100 سنة ما نسوي حسين عبد الرحمن هذول أهل الكويت هذه الكويت هذه الكويت هذه الكويت